الآن جزء آخر من النتائج الأولية قارة الحل اللي توصل بها المركز العام. تنخبركم بأنه اليوم الحزب استقلال في 45 مقعد إلى حدود الساعة بحوالي ما بين 500 و560 ألف صوت، ونتوقع أنه الرقم يرتفع إلى 55 مقعد، وهذا اللي يخلينا أننا بالمقارنة مع 2011 أننا ضفنا حوالي 5 ديال المقاعد. فنعود نركز على أنه نحن الآن أمام نتائج أولية. الترتيب الحالي هو أننا في المرتبة الثالثة، وكان نعتقد على أنه في الساعات القليلة المقبلة غادي تكتمل الصورة ديال النتائج، ولهذا كان دعي الصحفيين والصحفيات والإخوان رجال الإعلام ونساء الإعلام على أنه غالبا في الساعات القليلة المقبلة إن شاء الله ننتظر الآن أولا استكمال النتائج بصفة نهائية، وننتظر بطبيعة الحال نتائج رسمية تعلن عليها وزارة الداخلية. والحزب غدا إن شاء الله في الصباح إن شاء الله غادي يصدر بلاغ اللي فيه المعطيات كاملة، فيه النتائج كاملة، وأيضا فيها مواقفنا وموقفنا السياسي من الانتخابات اللي جرت اليوم في بلادنا. كنعاود نأكد مرة أخرى على أنه الحزب دخل واحد العدد ديال الدوائر جديدة اللي ما كانش عنده في 2011، وكيف ما كان الالتزام ديالنا وكيف ما كان طموح ديالنا أنه النتائج ديالنا تطورت بالمقارنة مع 2011، ولهذا إن شاء الله تنتوقع أنه في الساعات القليلة يعني المناطق اللي بقات أو المكاتب اللي بقات فيها جزء كبير من المناطق النائية، ولهذا الأمر سيمتد إلى الساعات الأولى ديال الصباح. ولهذا الحزب غدا إن شاء الله صباحا سيصدر بلاغ اللي فيه النتائج كلها مفصلة، وفيه بطبيعة الحال موقفنا مما جرى اليوم في الانتخابات.